بعد الانطلاق في سياسة الإصلاح التي باشرتها الحكومة مؤخراً كإلزام الولاة على خلق الثروات والاعتماد على الموارد المتوفرة بالولايات دعماً للاقتصاد الوطني، ها هي النتائج تظهر مع نهاية العام الجاري بتحقيق أرقام تعكس مدى جدية وحرص السلطات الوصية على الانتقال السلس من اقتصاد يعتمد على الريع إلى آخر يعتمد على إمكانيات خارج المحروقات. تعليمات صارمة لولاة الجمهورية من أجل خلق الثروة وخلق مناصب العمل، ولما لا تصدير خارج نطاق المحروقات. ولاية باتنا كانت من الولايات السباقة التي عملت على رفع العراقيل على المستثمرين وأخذ بعين الاعتبار كل التسهيلات من أجل يعني التسهيل على مناخ الاستثمار، كلها خلقت مناصب عمل جديدة وأيضا خلقت ديناميكية، خلقت استراتيجية على مستوى الولاية، واستطعنا من خلالها تحقيق مبلغ مالي هام 220 مليون دولار أمريكي تم يعني خارج نطاق المحروقات، هي مبلغ مالي خارج نطاق المحروقات تم تصديره إلى عدة دول على غرار قارة أفريقيا مثلا ليبيا، تونس، موريتانيا، مالي. مراقبون يرون أن مواصلة العمل بهذه السياسة الاقتصادية ستسمح باستقلالية الولاية والرفع من التنمية المحلية دون انتظار اعتمادات الخزينة العمومية. ذلك مساهمة الخلية الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني اللي هي الولاية، وبالتالي كانت هناك نتائج، وخاصة نشوف فيما يخص سواء فيما يخص القطاع الفلاحي أو فيما يخص القطاع الصناعي أو فيما يخص الخدمات. شفنا مؤخرا بعض الولايات يعني هناك تصدير لنوع من المنتوجات المحلية سواء صناعية أو فلاحية، وهذا ما دفع بالولاية أصبحت لها كذلك مساهمة في الناتج الداخلي الخام. بعد تحقيق أرقام إيجابية خلال الفترة الأخيرة، يعمل الولاة على المساهمة في خلق الثروة ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق رفع قيمة الصادرات من المواد المحلية التي حجزت مكانا لها في السوق العالمية.